دعوة جديدة من الأمم المتحدة لأطراف الحرب في اليمن إلى وقف القتال والتفاوض من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة في البلاد. الدعوة الأممية الجديدة وردت على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على خلفية تزايد الضحايا المدنيين، وذلك بعد سقوط أكثر من 16 مدنيا بينهم أطفال ونساء في قصف لطيران التحالف تركز في مديرية خدير جنوب محافظة تعز. وفي حين أوضح ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي بنيويورك أن الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق من صحة تلك الأنباء، شدد كذلك على أن أي حدث يجري خلاله استهداف مدنيين وأطفال هو أمر يبعث على القلق الشديد، فالشعب اليمني يعاني بشكل متواصل. وعلى ذكر المدنيين، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من باريس أن التحالف الذي تقوده بلاده بوسعه أن يقتحم صنعاء وإنهاء الحرب خلال أسبوع إن أراد ذلك، ولكنه يخشى على حياة المدنيين في وقت تستمر فيه المواجهات التي تحصد العشرات من هؤلاء المدنيين في مدينة تعز بسبب قصف الميليشيا الحوثية والضربات الخاطئة للتحالف. يأتي ذلك فيما يستعد المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى تقديم أولى إحاطاته إلى مجلس الأمن في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك بعد جولة قادته بين عمان والرياض وصنعاء ومسقط وأبو ظبي، وسط أنباء عن عودته مجددا إلى الرياض قبل تقديمه تلك الإحاطة. وكان اللافت في أولى جولة لهذا المبعوث تعثر زيارته المقررة إلى عدن العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد التي تحررت في صيف 2015، لكنها اليوم لا تزال غير مواتية لا أمنيا ولا لوجستيا لاستقبال المبعوث الأممي وإجراء لقاءات مع الأطراف المعنية في هذه المدينة. وقد ترافقت جولة المبعوث الأممي مع تصعيد غير مسبوق من قبل ميليشيا الحوثي على صعيد عملياتها الموجهة إلى داخل السعودي عبر إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وسط تهديدات أطلقها رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء صالح الصماد، الذي توعد المملكة بأن يكون العام 2018 عاما بالستيا حسب ادعائه.